ثم أما بعد، فنزولا تحت رغبة بعض الإخوة نعيد ما ذكرناه من قضايا تتعلق بدرس الإنفاق، وذلك انطلاقا من قوله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المسلم كما كان قديما في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه والتابعين، والتابعين للتابعين تبع التابعين من الصالحين إلى يوم الدين، المسلم في أمر الإنفاق يفرق بين ما يكون لنفسه وبين ما يكون لله، فهو على نفسه يقتل وهو لله جواد كريم يعطي كالريح المرسلة. وكثير من الناس لا يضبط أمر هذه المعادلة فيقتل حيث ينبغي أن يكون جوادا كريما ويسرف حيث ينبغي أن يكون قابضا يده أو مقتلا مقتصدا. والمتأمل لقول الله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، يدرك أن هذه الآية قد ذكرت الأمرين معا: الإعطاء والإيتاء والإنفاق، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فهذا أمر، آتي فعل أمر، ثم جاء النهي: ولا تبذر تبذيرا، نهي: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكثير من الناس يظن ويتوهم أن النهي متعلق في هذه الآية أساسا بالأمر، والحقيقة ليست كذلك، بل الأمر هاهنا أو النهي بالأحرى معنى مستأنف جديد لا علاقة له بالنهي السابق، وبيان ذلك كما يلي بحول الله. يعني بمعنى مبسط، شحال من واحد كيتصور بأنه ولا تبذر تبذيرا عندها علاقة بقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، زعما ملي تكون تعطي للمسكين القريب والمسكين وابن السبيل كيتوهموا بعض الناس أنه ما تكترش بزاف، أعطيه ولكن ما تكترش بزاف، هذا خطأ في الفهم، وكتب العلم على غير هذا من محققي المفسرين. وإنما القصد أن الإنسان حينما يؤمر بإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل ومن على شاكلة هؤلاء الثلاثة، قد الإنسان لما كيجيه الأمر من رب العالمين كيقول له ربي تعالى: ما تنساش حق ابن عمك ذي القربى من العائلة ديالك، أعمامك أخوالك أبناء أعمامك أخواتك إخوانك أبنائهم جميعا، يعني بصفة عامة الرحم القريبة والبعيدة ما ينبغي للمؤمن أن ينساها في الإنفاق، صدق عليهم ويعطيهم إن كانوا من الفقراء المحتاجين. لما كيجي هذا الأمر هذا ويعطي لهؤلاء والمساكين بصفة عامة والمسكين ومن السبيل، إنسان اللي براني ومحتاج من طلبة العلم مثلا ومن كل شخص، رجل كان أو امرأة عابر سبيل لا يجد ما يتم به سفرا، ومن على شاكلة هذا وذاك، لأن هذه العبارة بثلاثة جمعين جميع معاني ديال الاحتياج. كيقدر الإنسان يقول: طيب أنا بغيت نعطي ولكن
ما عنديش. قد يدعي الإنسان أنه ليس لديه ما ينفق، فهذه الدعوة، هذا الكلام ديال ما عنديش، هذه الدعوة ينبغي أن تحقق في ضوء قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، لأن واحد العدد كثير من الناس ما عندهمش ما يعطيه البراني ولا القريب. علاش؟ ماشي لأنه مخصوص، لأنه كيضيع الفلوس، هذا المشكل في الكاين، لأنهم مبذرون من المبذرين. ولا تبذر تبذيرا، أي لا يجوز لك أن تنسى وأنت تنفق على نفسك في طعامك وشرابك ولباسك وكل ما تتمتع به من متع الدنيا، لا ينبغي أن تنسى أهلك من قرابتك المخصوصين المحتاجين الفقراء، ولا تنسى المساكين، ولا تنسى أبناء السبيل، ولا تنسى كل من هو في حاجة إلى المساعدة. ولذلك قال ولا تبذر تبذيرا، ماشي يعني أعطيهم وما تكترش لهم، لا، ما تكترش على رأسك. لا ينبغي أن تنفق بصورة فيها إسراف، تبذير فيما أنت تقبل عليه من شهوات الحياة الدنيا، حتى تبقي حقوق أولي القربى والمساكين وأبناء السبيل، باش تقدر تعطي لأصحاب الحقوق حقوقهم. لا تبذر تبذيرا، وهذا كلام مليح صحيح من حيث المعنى، أقصد المعنى الذي ذهب إليه كثير من المفسرين والعلماء المحققين في تفسير الآية. وإلا إذا قلنا أنه يعني إلا أعطيت للمسكين وعطيته أكثر من قياسه وأولي القربى حتى ما خليت لرأسك ولو، راه ما مزيانش. فكيف نصنع بما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حيث أعطى ماله كله وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، خوال مزيودة ما خلى ولو في الدار، ترك لهم التوكل على الله جل وعلا. علاش؟ لأنه أعطى ماله كله لله، هذا مال بالتأكيد وبالقطع الله يخلفه أضعافا مضاعفة. وكثير من الصالحين والعلماء الربانيين حينما يتعلق الإنفاق في سبيل الله، حينما يتعلق الأمر بحقوق أولي القربى والمساكين وأبناء السبيل، يعطون ما استطاعوا، لا يخافون إقلالا أبدا، ما يطحلوش على البال أنه ما غير ما يأكل أبدا. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما تصدقت بالشاة كلها إلا كتفها، ذبح لهم النبي صلى الله عليه وسلم جزور شاة، فعائشة اللي جا كتعطيه رضي الله عنها وأرضاها، كتعطيه من اللحم حتى سالت الشاة كلها، بقى غير الكتف، لأنها تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لحم الكتف كما ورد في الصحيح وفي كتب الشمائل والسير، فادخرت له الكتف. فلما جاء قالت له، قال لها هل بقي من تلك الشاة شيء؟ قالت له ذهبت كلها إلا كتفها. قال لها بل قولي بقيت كلها إلا كتفها، قلب لها تعبير ووضعه على أصله الصحيح. قال لها بالعكس، يعني هذاك اللي تصدقتي به اللي هو يعني شحال غيكون يعني من الشاة؟ كل الشاة إلا الكتف الطرف، هذاك هو اللي باقي. قال لا ما تقوليش ذهبت أو فانيت، لا، كل ما تصدقت به فقد بقي، وإنما الذي فني هو هذا الذي سنأكله نحن، لأن ما فيهش تعويض من الأجر الأخروي. هذا على سبيل التشريع للأمة والبيان، وإلا في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل أعماله وكل تصرفاته عبادات، حتى ولو طعم طعاما أو شرب ماء عليه الصلاة والسلام، لأن المقام دياله عالي في قصده ونيته في أكل ما يأكله وشرب ما يشربه ولبس ما يلبسه عليه الصلاة والسلام. ولكن كيعلمنا أن اللي تعطت لله راه هي اللي باقية، واللي كليتها راه اللي هي اللي فانية. وهذا كله معنى قوي في الدين، يعني متواتر معناه في نصوص الكتاب والسنة من الكليات القطعية في الدين، أن الحاجة اللي تنفقت في سبيل الله راه هي اللي باقية،
واللي بقات في جيبك راه هي اللي فانيه. ولهذا لا يستقيم ان يكون الانفاق في سبيل الله وايتاء حقوق ذوي القربى والمساكين وابناء السبيل ان يعبر عن ذلك اذا كثر تبذيرا، لا يستقيم هذا المعنى. فيكون إذن التوجيه الذي ذهبنا إليه في بيان هذه البصيرة من القرآن الكريم هو الحق إن شاء الله، وهو الصواب بإذن الله. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ولا ينبغي لك يا عبد الله أن تنفق على نفسك أكثر من اللازم فتهضم حقوق أولي القربى، تكلم حقوقهم. لما تولي تنفق على راسك أكثر من القياس راك كليت حق أولي القربى، كليت حق العمومة والخؤولة والأسرة القريبة والبعيدة ممن يستحقون منك مساعدة، وأكلت حقوق المساكين وأبناء السبيل والأيتام إلى آخره، لأنك أنفقت على نفسك أكثر من اللازم فكنت من المبذرين. إذن هذا المعنى الأساس الذي ننطلق منه بحول الله جل وعلا. ثم بين الله جل وعلا منهجا عظيما في حياة الإنسان المؤمن فيما يسمى اليوم بالثقافة الاقتصادية، كيفاش الإنسان يعيش حياة، يعني كيف يدبر ماله قديما والآن، خاصة في زماننا هذا. لأن هذا التعبير العجيب من كتاب الله جل وعلا حينما قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والعجيب أنه لم يقل إن المبذرين كانوا شياطين أو من الشياطين، قال كانوا إخوان الشياطين، أي أنهم يستجيبون للجهات الأخرى توسوس وتحرف سلوك المؤمن فيما يتعلق بتدبير المال. واليوم الاقتصاد العالمي مبني على فلسفة خطيرة رهيبة، هاد العقلية الرأسمالية أو هاد يعني العولمة المتوحشة التي دخلت العوالم الأرضية إليها في هذه العصور وهذه الأزمنة الحاضرة، تنتقد هذه الآية أشد الانتقاد، وتبين للمؤمن المسلك الذي ينبغي أن يسلكه إن كان مؤمنا حقا. الغرب الآن بترسانته الاقتصادية القوية ينتج إنتاجات شتى، من الأطعمة والأشربة إلى الألبسة إلى المقتنيات الميكانيكية والإلكترونية وسائر الحاجات التي يحتاجها الإنسان، ويتفنن في ذلك إلى ما فوق الحاجة بكثير. يعني الآن الغرب بصفة عامة يعني وصل في أمر الإنتاج لواحد الوفرة فوق يعني القدرة الاستهلاكية للإنسان، فوق الحاجة الاستهلاكية للإنسان، ولا ينتجوا حتى ولو كان أشياء التي لا تصلح لشيء، ولكن هم خصهم يستمروا في الإنتاج باش يربحوا بزاف. يعني هذا الفكر الاقتصادي، خصو ينتج باش يربح، ولكن من أجل أن يربح لا بد أن يكون هناك مستهلك. هذا المستهلك في ظل عدم التوازن الآن الحضاري اللي كاين في العالم، وجب أن يكون في العقلية الاستعمارية الغربية القارونية، وجب أن يكون هو العالم الإسلامي، فجعلوا منا مستهلكين لا منتجين. بلدان العالم الإسلامي ما عندهاش الحق تنتج، وأي دولة يعني والإنسان يتدبر أمر السياسة العالمية، أي دولة تريد وتحاول أن تشق لنفسها سياسة إنتاجية مستقلة تضرب وتحاصر وتكسر. ما عندناش الحق ننجو، وهذا من أخطر أنواع الاستعمار، كيقول لك لا أنت عندك الحق غير تأكل شري مني. هذه سياسة الغرب الآن في مجال المال، ولكن كيف هذا الشراء منهم؟ شراء منهم بأسلوب شيطاني. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، بهذا المعنى الذي ذكر في الآية، أسلوب شيطاني.
فهذا الأسلوب هو أنهم أنتجوا ثقافة استهلاكية وعمموها في بلدان العالم من خلال وسائل الإعلام، كلها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والحية. كاين وسائل إعلام أخرى حية، هي الشارع، الإنسان نفسه كيتبلى واحد الأسلوب، واحد النمط في العيش والحياة كيولي ناس أخرين يقتدون به، طبقات أرستقراطية معينة، طبقات مثقفة معينة، قوم يأتون من هنالك من الغرب فيختلطون بقوم آخرين، فبعض الناس يقلد بعضها زيادة على وسائل الإعلام الخطيرة الضاغطة التي تريد أن توهمك بأنك إن لم تتخذ لنفسك هذا المسلك لاستهلاكي فلست ابن العصر ولست يعني حيا حقيقة. كتخليك الثقافة الاستهلاكية الخطيرة المدمرة تشري أشياء لست في حاجة إليها أصلا، ما عندك ما تدير بها، وتكون آنئذ من المبذرين ولا تبذر تبذيرا. لأنه متى يوصف الشيء بأنه تبذير؟ حينما تخطئه أو يخطئه أمران، فوقاش عندك الحق تشري الحاجة، وإلا خالفت هذا يعني شرط من شروط وهما شرطان تقع في من انتقدته الآية، وهو أن تكون من المبذرين. شيء طبيعي، هذا الشيء غير الإنسان بالعقل البسيط دياله يفكر ويصلي. عادة الإنسان ما يشري الحاجة، ما كيشري الحاجة في العادة في الأصل حتى يحتاج ليها، لما يحتاج لواحد حاجة ما يشريهاش. وما تحتاج، متى تحتاج إلى الشيء؟ حينما تكون له منفعة. فإذا هنالك أمران، يشتري الإنسان الشيء النافع ثم الذي هو في حاجة إليه. هم يبيعون لنا أشياء لا نفع فيها أصلا ثم لا حاجة لنا فيها، لأن طبعا إذا ما كان ما فيها منفعة فبصورة طبيعية لن تكون لنا فيها حاجة. ولكن الإعلام خطير، يوهمك بأنها فيها النفع كله، بعد يزوقها ويخبر عليها ويوصفها بأوصاف حتى تظن بأن الحياة مستحيل أن تكون بغير هذه الحاجة، وبيلك منفعة كاذبة واهمة موهومة. ها واحد، ثم ينتقل درجة ثانية في الإقناع الإيهامي السحري، لأن الإعلام هو سحر العصر، يخيل إليه من سحره ويمو أنها تسعى، تخييل إيهام، سحروا عيون الناس واسترهبوهم، يسحرون عيوننا. ينتقل الدرجة الثانية والمرحلة الثانية وهو يوهمك بأنك أنت في حاجة إلى هذه المنفعة الموهومة فتشتري وتشتري وتشتري فتكون مساعدا للتصنيع الاستهلاكي المدمر الذي أنتجه من؟ الشياطين. فالمستهلكون هم المبذرون، وباستهلاكهم يكونون إخوانا الشياطين، الأقوام الذين هم هنالك ينتجون الوفرة الزائدة ويوهموننا أننا في حاجة إليها، وهذا هو الشيطان الكبير. الشيطنة الكبرى هو ما يصنعون، لأنه ماذا يصنع الشيطان؟ يقلب لك الحقائق. فهؤلاء المنتجون الكبار، الصناع الكبار، هم الشياطين، لأنه يقلبوا لنا الحقائق ويجعلوننا نستهلك ما ينتجون دون أن نكون في حاجة إلى ذلك، فنكون عبيدا لهم. أما المسلم الحق فهو يتحقق من منفعة الأمر. تقول لي أنت منفعة؟ أقول له اسمح لي تنتأكد، ما نوقعش ضحية تغرير الاستهلاكي والإعلام المدمر الذي يفرغ العقليات من حاسة النقد، ما يخلينيش نتأكد، فلا بد أن أقرر أنا في باطني وفي نفسي أن فعلا هذا الأمر هو فيه مصلحة
وفيه منفعة، ومرجع ذلك الدين. الدين عاطني مقاييس لبيان الحق من الباطل، ما ينفع وما لا ينفع. ثم حتى ولو كانت فيه منفعة، لنفرض أنه فيه منفعة، فهل أنا في حاجة إليها؟ أنا ممكن تكون فيها منفعة بالفعل، ماشي ما فيهاش منفعة، ولكن أنا لست في حاجة إلى هذا الأمر، هذه منفعة محتاج لها غيري، أنا لست في حاجة إليها. فحينما تشتري شيئا نافعا نافعا ولكن أنت لست في حاجة إليه، تكون من المبذرين ولا تبذر تبذيرا، لأن ملي كتشري الحاجة الزايدة فقد أكلت حقا من حقوق أولي القربى، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ما شاطلكش لأنك كليت أكثر من قياسك، لبست أو أكلت أو استهلكت أو اقتنيت ما لا حاجة لك به ولا فيه، وكان الأصل أن يكون ذلك المال الزائد مما اشتريت به قد أعطيته لأولي الحقوق من ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل. والأمثلة في هذا واضحة وكثيرة جدا. يعني حياتنا الآن مع الأسف في أغلب الأحوال هي ضد هذه الآية، لا نعمل بها إلا قليلا قليلا قليلا، وخاصة شراء ما لا نفع فيه أو شراء المنافع التي لا حاجة لنا فيها. هذا الذي يسمى بالموضة، هو هذا بالضبط. ما معنى الموضة؟ حاجة واحدة، تشتري إما ما لا نفع لك فيه أو ما لا حاجة لك فيه. إنسان اللي يغير الألبسة ديالو يعني في كل وقت، في كل وقت كذا وكذا من هذا النوع من اللباس وكذا وكذا، يعني هل هو فعلا في حاجة إلى هذه الألبسة جميعا؟ ياك اللباس نافع نافع، المنفعة متحققة، ولكن أنت لست في حاجة إلى هذا اللباس. وكاين الإنسان اللي تدوز عليه سنة كاملة واحد اللباس ما كيوصلوش الدور باش يلبسه، فلما اشتراه إذن؟ ها هو قد اشترى شيئا لن يستفيد منه فوق حاجته، فهذاك اللباس الزايد في الحقيقة ماشي ديالو، ديال أولي القربى، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وأعطي أمثلة يعني أدق، ممكن في بعض الأحيان واحد يوصف لي أنا نتكلم على نوازل حقيقية يعني أو شبه حقيقية، يعني شبه كنقصد شبه حقيقية يعني حتى إن لم تقع يعني لهذا وقعت لذاك، أو بعضها يعني من الأشياء التي رأيتها بعيني أو جربتها بنفسي. الناس الآن من العادة في الموضة، نعطي أمثلة ودير عليها القياس، كاين واحد النوع ديال بنادم، ومع الأسف هذا النوع كثير، كيبدل الهاتف النقال كل 3 شهور، بورطابل ديالو التليفون كل 3 شهور تلقى عنده واحد جديد. ماذا؟ علاش هذه الموضة الجديدة؟ هذا أمر خطير. نتلقى بيا واحد المؤمن هذا قريب جدا، لقى عندي الهاتف، قال لي باقي عندك الهاتف ديال العام اللي فات؟ قلت له يا كيدي لي الصوت كيمشي وكيجي، الله يجعل البركة. تاع الحاسوب لورديناتور، حاسوب عندي واحد الحاسوب خدام به شحال هذا، أنا كنكتب كاتب كنكتب، فواحد المهم قال لي ودي راه خرج واحد الحاسوب فيه كذا وكذا قدرات، الساعة الاستيعابية كذا كذا. قلت له أنا ماشي كونطابل، أنا ماشي كنحسب، أنا كاتب كيدير لي الكتابة، باقي هذا خدام معايا، أنا وياه، تيموت هو أو نموت أنا، لما سأشتري حاسوب جديد؟ هذا عقلية يعني خطيرة جدا، هذه عقلية تدميرية. فقط هو كيوهمني بأن فيه منفعة جديدة، صحيح هذا الحاسوب الجديد فيه منفعة كبيرة بالمنافع لا تكاد تنحصر، ولكن أنا ما محتاجش ليه، فخليه يشري واحد اللي محتاج يخزن معلومات وأرقام وشركات، أنا ما عندي شركة. فمن اللي يقنعني ويبيع لي حاسوب لن أستعمل من تلك الطاقة ومن تلك القدرات منها شيئا، صرت من المبذرين. ما نبدلش السيارة ديالي على والو، فقط ما بقاتش هاد الماركة كتعمر العين، كتمشي
السرعه ديالها كافيه، يعني ما كتخسرش كافيه لولادي، يعني الحاجه ديالي تلبيها الله يجعل البركه. لكن حينما تصبح حاجتي اكثر من تلك السياره نبدل السياره، ما تبقاش قاده لولادي مثلا، ما تبقاش صالحه بدات كتخسر بزاف او شيء من هذا القبيل، يعني منفعتها صارت تقل بالنسبه لي. حاجتي راه بجوج خصهم يكونوا، حاجتي ومنفعتها. اما منفعتها وحدها بغض النظر عن حاجتي غادي نشري النفع الذي لن احتاجه ويكون ذلك تبذيرا. الاقتصاد الاسلامي فيه واحد التوازن عجيب، الثقافة الاقتصادية الإيمانية تجعل أو تصنع الإنسان الحر مش العبد، لأن الإنسان حينما يشتري كل ما ظهر الجديد، هذا لباس جديد اشتري، هذا يعني آلة جديدة اشتري، هذه سيارة جديدة ماركة جديدة اشتري اشتري اشتري، هذا عبد وليس بحر، عبد لشهواته أولا واحد ولأهوائه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما يقدرش يواجه يوقف ضد الرغبات النفسية ديالو الجامحة، هذا عبد. ثم هو عبد للاستعمار، عبد للشياطين. فالمبذرون إذن المبذرون يكونون عبيدا لشهواتهم وعبيدا للشياطين وإخوانا لهم، لأن الذي يكون أخا للشيطان يكون عبد الله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين بما يقبلون من إملاءات الشياطين وتوجيهات الشياطين، وهذا الذي يصنعون اليوم فينا، يملون علينا، كيمليوا علينا كيف ينبغي أن نكون في لباسنا وفي حياتنا وفي طعامنا وفي شرابنا، فنستهلك ما لا نفع فيه ثم نستهلك الزائد عن الحاجة بكثير. وهذا كل واحد يراجع نفسه والبيئة دياله، ونعلم جميعا يقينا أننا نستهلك مما هو زائد عن الحاجة الكثير الكثير من استهلاكات اليومية، وهذا مدمر فعلا للحياة الفردية والأسرية والاقتصاد الوطني العام. بغض النظر عن المناسبات، المناسبات راه فيها كارثه بالنسبه لنا، من الطعام والشراب يعني الذي فعلا يضيع يفسد ولا حاجه فيه اطلاقا، وهذا واضح جدا، يعني الصعوبة علينا جدا سبب يعني ما ترسخ لدينا من تقاليد منحرفه، ربما كتكون الفكره في الاصل ديالها كتنطلق بواحد الشكل سليم من اكرام الضيف، ولكن كيوصل كينحرف، يوصل لواحد الاتجاه كينحرف الى الفخر والمراءات والرغبه في ان يتحدث الناس بما صنعنا، والخوف من ان يتحدث الناس عنا باننا لم نصنع كذا وكذا وكذا. هذه مباهات وتفاخر وتكاثر في الاموال والاولاد والطعام والشراب، وهذا مشكل حقيقة ينبغي أن نتخلص منه، ونحن في حاجة إلى جرأة وشجاعة لنكرم الناس حتى الشبع، ولكن بدون فساد في المال والطعام والشراب. أطعمة كثيرة وأشربة كنشربوها ونأكلها ماشي لا نفع فيها، بالتأكيد فيها المضرة وبشهادة الأطباء، نأكل ما يضر ونشرب ما يضر رغم أنه يعني ما ينفع موجود عندنا في البيت، ما ينفع وما نحن في حاجة إليه وزيادة، ونقتني بعد ذلك ما لا نفع فيه بل ما فيه المضرة الحقيقية من الأطعمة والأشربة وهلم جرى. غير باش تسمى وحنا يعني درنا الخواطر العادات السيئة والموضات المدمرة من العقلية التي تنشرها فينا الجهات المنتجة لهذه المواد، وهؤلاء هم الشياطين الذين يدخلون في معنى قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
مع أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، رسم بسيرته العطرة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام نموذج السالك في حياته مسلك الوسط والاعتدال، ومن اللي ينفق على رسولك يبين كيف يصنع، وحينما ينفق عن الآخرين من الصدقات والبركات والإحسانات تراه كالريح المرسلة. وأعطيها هنا نموذجين من حديثين صحيحين باش تبان لنا شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التي ربى عليها أصحابه وخلها لنا ميزان حتى لا نكون من المبذرين. ففي طعامه وشرابه ماذا كان يقول؟ في صحيح البخاري وغيره كان سيدنا محمد يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي حديث عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق تقول: كان طعام آل محمد قوتا. كيفاش كان عايش سيدنا محمد؟ الطعام ديالو الماكلة ديالو القوت، معروف أن القوت المقصود به في العربية وفي الاصطلاح الاقتصاد الإسلامي اللي جرى عليه الفقه الإسلامي، وهو مأخوذ من هذه المعاني العربية القديمة التي تحدث بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. القوت هو الطعام أو المأكلة اللي تأكل وتسد الرمق، ذاك الجوع اللي يحرق كتخضع له ولكن لا يشبع، كيشبعش، ما تأكل شيء تتشبع حتى يعني تصل إلى درجة البطنة، لا، قوت. فكان طعام آل محمد قوتا، ولذلك ثبت أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمره ما شبع من خبز الشعير. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف النقي ولا أكل النقي. شنو هو النقي؟ النقي هو الطحين المغربل العربية القديمة، هذه ألفاظ ما بقاتش متداولة الآن، ما عمرو ما عجنوه في دار سيدنا محمد، ما عمرو ما عجنوه صلى الله عليه وسلم، ما عمرو ما عجنوه شي حاجة مغربلة من الشعير أو القمح. علاش؟ ما كانش عندهم الغربال، لم تكن مناخل في زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما كانت عندنا مناخل. أحد الصحابة يتحدث، مش غير لأنه ما كانش عندهم مناخل يعني ما غربلوش، لا، المناخل الغرابل ما عرفوها المسلمين تفتحت إيران، تجاو الفرس وما دخلوا الحضارة المادية ديال الدنيا العالم الإسلامي. قال واحد الصحابي قال أو واحد من التابعين قال للصحابي: وكيف كنتم تصنعون بالدقيق أو الطحين؟ قال: كنا نضعه في الطبق فننفخ فيه. في كيديروا الشعير وهذا مدقوق مزيان في المراز، يعني مطحون مدقوق في المراز، ويبدا ينفخ كينسفوه. كاين عندنا البلاد كيقولوا كينسف الزرع، ينفخ فيه كيطير ديك النخاله الغليظه والرقيقه كتبقى تما كيعجنوها وياكلوها. وهذه الفائده الطبيه، هذا النفع حقيقه. وياكلون من هذا، ماذا ياكلون؟ القوت. ويدوز الشهر والشهران، يمضي الشهر والشهران ولا تشتعل مواقيد أو مواقد ولا النار ولا التنور في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كيشعلوش، ما كيطيبوش، شهر شهران يعيشون على الأسودين الماء والدقل، يعني إلى ما لقاش كيحمد الله، لقى يأكل لحم الكتف ويستعذب له الماء، ولكن في غير شبع وفي غير استهلاك ما فوق الحاجة، ويتصدق بأغلب اللحم، بأغلب اللحم يتصدق به على الفقراء والمحتاجين، مستجيبا لقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. لا يبذر على نفسه، لكن بالنسبة للآخرين ينفق. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. مر سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه كان مريض، كان مريضا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده في بيته فأخرج له صبورا من التمر
واحد العرارم ديال التمر. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، بلال فقير ولقى مخزن التمر، قال له ما هذا يا بلال؟ قال له ادخرته لك يا رسول الله، هذا التمر هذا خبعته ليك. قال له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنفق بلال، أنفق أنفق بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني من اللي نجانا ما ترفد، ما ترفد الهم من سيدي ربي، ما ترفد الهم الذي يجيب لي رزقي، يعني ما تخبالي، لو كنت أنفقته على الناس اللي محتاجين له، شحال هذه شحال واحد جيعان محن وانت عندك التمر مخبع. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، من ذي العرش يعني وصف الله تعالى بوصفه الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله أنه ذو العرش. علاش ما قالوش ولا تخشى من الله؟ الله سبحانه هو الاسم العالم يعني المحيط بجميع الأسماء الحسنى، ولكن أعطاه واحد الصفة يعني. قال له من ذي العرش، كل هو مول العرش، هو الملك مول الشيء، مول الشيء ياك الخزائن بين 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 يد رب العالمين عند مول العرش، ومول العرش أنت خايف أنه يعني يخصه هو سبحانه أو يخليك أنت مخصوص؟ أنفق، ينفق عليك ذو العرش، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما تخافش ربي غادي يعني يخليك مخصوص. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لإسماء بنت أبي بكر الصديق أختي عائشة رضي الله عنها وأرضاه، رضي الله عنهم أجمعين، مولتنا إسماء رضي الله عنها وأرضاه، واحد المرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفقي وانفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، وفي رواية ولا توكي فيوكي الله عليك. انفقي انضحي انفحي كرم الناس وما تحسبيش، يحسب عليك ربي، تبقى تعطي المسكين وتحسب، لا ما تحسبش ما تخافش، راك لما تبدا تحاسب مع ربي حتى ربي يتحاسب معك في رزقك، نقول لك هذه بركه عليك. ولا توعي، ما معنى توعي؟ يعني تعطي وترد للسره الوعاء وتسد. ولا توعي فيوعي الله عليك، تربي يسد عليك، او توكي من الوكاء، المثل العربي فيه يداك اوكتا وفوك نفخ، الوكاء يديك القربه كينفخوها الوكاء، او يدلو فيها المزود، يدلو فيها الطعام والشراب او المال او السمن في بعض الاحيان او شيء من هذا القبيل، الوكاء. فايكاء الوكاء كتشدو بالخيط، ديك القربه كتشدها بالخيط في فمها، قال له ما تشدش القربه، اي شد عليك ربي حتى هو سبحانه. ولا توكي فيوكي الله عليك، انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلال. شو سبحان الله تعالى المعادله، يعني ملي كيتعلق الامر بالصدقه والبر والاحسان كيقول لك ربي تعالى كب كل شيء، خوي انضح انضحي، كل هذه العبارات كاينه في هذا الحديث ديال اسماء، انفحي انضحي انفقي، كلها كاينه، كب كل شيء للمساكين الفقراء، ربي يكب عليك الخير ديالو، يصب عليك من الرزق ما لا حصر له، ولكن على راسك اقتصد، اقتصد في طعامك في شرابك في لباسك في مقتنياتك، وانه هو اغنى واقنى الاقناع، يعني الاشياء اللي كنشريوها زرابي فراشات سيارات الات، اقتصد على راسك، واحد الحاجه باقا خدامه خدم بها، علاش غتبدلها؟ علاش؟ ايوا هذا الصالون قالت لك المراه دوز عندي 4 سنين بركه، ما بقاتش راضيه، يدخلوا عندها صحاباتها ويلقوا عندها الصالون ديال 4 سنين باقي مزيان اللون ديالو ما مسخش، فاللي بغى يدير الوقت ديال الالوان باقي كيهز باقي كينعس عليه بنادم باقي يجلس مالو، هذا سفه، هذا هو السفه بعينه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، يعني السفيه، معنى السفيه في اللغه القرانيه والاقتصاديه الاسلاميه هو الذي لا يحسن تدبير المال، كيضيع الفلوس في غير ما فائده، يشتري ما لا فائده منه وما ليس هو في حاجة إليه فيكون من المبذلين، وإذا يكون من إخوان الشياطين، إن الشيطان كان لربه كفورا. ذكرنا كلاما قبل
وهو أن في هذا الموسم وفي هذا الفصل هذا كاين الدخول المدرسي. وكرروا هذا الكلام، كاين الدخول المدرسي مزيان، أننا نلتفت إلى أولي القربى وإلى المساكين وابناء السبيل ونساعدهم في هذا الأمر. العلم راه حق كل بشر مؤمن، حقه أن يتعلم. وعدد ديال العائلات كيخرجوا ولادهم من المدرسة في هذا الوقت، أو ما كيدخلهمش أصلا لأن ما عنده باش يشري كتاب المدرسة. ولذلك الصدقة حينما توضع في محلها تكون إحسانا. فرق كبير بين الصدقة والإحسان. إحسان شيء كبير. علاش كيتسموا اللي كينفقوا في سبيل الله وكيتصدقوا كيتسموا المحسنين؟ كيقولوا الناس المحسنين. لا، ماشي كلهم محسنين. شحال من واحد راه كيتصدق في سبيل الله ولكن ماشي محسن. محسن حاجة أخرى. هنالك الذي يتصدق بالصدقة وهو متصدق وله أجرها إن شاء الله على عشرة، له أجرها، ولكن لا يكون محسنا. متى يكون محسنا؟ حينما يتصدق بالصدقة ويضعها في محلها المناسب، هذا محسن. أي إحسان الصدقة، يحسن في صدقته، يجيبهم على التمام، حكمة، هذا محسن. فلذلك من الإحسان، من الإحسان أنه الإنسان يشري الكتاب المدرسي والمحفظة المدرسية في هذا الوقت. أما إلا بقى حتى وسط السنة عاد شري له محفظة جديدة، صدقة، صدقة، لكن ليست إحسانا. فات الفوت. فلهذا إذن الآن حينما تنفق في هذا السياق ستنقذ أطفالا عديدين من الجهل ومن الأمية. وراء الأمية خطيرة مدمرة جدا. فلذلك كم نحن في حاجة إلى أن نلتفت إلى أولي القربى من أقرب الأولين، هم الأولين، خواتاتك، ولاد خواتاتك، عماماتك، بنات عماماتك، بنات أعمامك، عمومتك وخولتك من الأسر القريبة والرحم، قريب أو بعيد، المهم رحم دم ديالك، هما الأولين. عندهم أطفال محتاجين، اشتري لهم الكتاب المدرسي، ما تخليهمش محنين، وكسيهم أيضا. راه الدري الصغير كيبغي يمشي بداية السنة للمدرسة بلباس جديد، حتى هو مسكين عنده الحق يلبس لباس جديد، عنده الحق يدي كتاب مدرسي جديد، ما يمشيش للجوطية ديال الكتب يشري أوراق مزقة يبدا يلصق فيها أسكوتش كحلة وحدة حمراء هكذا. يعني ما كاينش الغرب الله ما كاين باس، ولكن إذا كرمته حتى أنت بكتاب مدرسي جديد ما تشوف، ما تصورش الفرح والسرور من الطفل عنده كتاب مدرسي جديد. ثم بعد ذلك غادي تشوف الذين بعدهم أو الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ها المساكين، ها ابناء السبيل. فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدي الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.